السلام عليكم ورحمة الله، أنا إياد الرضوان من صفحة أحلام مواقف الشطرنج وقناة أحلام مواقف الشطرنج في يوتيوب. راح نشوف اليوم تحليل الدور الأول من المباراة التاريخية ومن أقوى مباريات نهائيات كأس العالم بين كارلسون وكاروانا. خلينا نشوف هالدور، راح نحلله تحليل سريع إن شاء الله. هاي الجولة الأولى باللقاء التاريخي بين كارلسون وكاروانا، هون كاروانا بالأبيض وكارلسون بالأسود. بلش الدور بـ E4 C5، طبعا متوقع الدفاع الصقلي أو النقلة E5 NF3 NC6 وبيشوب B5. طبعا النقلة شائعة جدا ولكنها ليست الخط الرئيسي، ممكن الخط الرئيسي هون هو D4، ولكن هاي النقلة شائعة جدا وبيسموها نيمزوفيتش روسوليمو اتاك أو هجوم نيمزوفيتش روسوليمو. G6 بيشوب تاكس نايت، دي تاكس بيشوب، D6 وبيشوب G7، H3 نايت F6، نايت سي 3 و نايت دي 7. طبعا الهدف هاي النقلة ممكن يلعب الاف 5 او الاي 5، بيشوب اي 3 اي 5 تبييت للاعب الابيض، و كارلسون بيلعب بي 6. طبعا بي 6 هاي نقلة مفاجئة، كان المتوقع هون يلعب مثل ما لعب كاسباروف ضد بيتر سفيدلر عام 2004 كوين اي 7، او النقلة الشائعة الاكثر التبييت مثل ما لعب كرامينيك ضد مايكل آدامز، او هاي النقلة التبييت كان يلعبها ويسلي سو كتير وهي النقلة المشهورة. ولكن هون لعب كارلسون لعب بي 6 وهي نقلة نادرة جدا وملعوبة بشكل قليل جدا جدا، فخلت كاروانا ياخذ وقته بالتفكير. هون كاروانا بعد تفكير بيلعب نايت H2، طبعا الهدف اظن واضح بده يلعب ال F4، فكارلسون برد بنايت F8 وهي نقلة بيقترحها الكمبيوتر. ف مثل ما توقعنا F4 E ضرب F4 روك ضرب F4، وهون بلعب كارلسون نقلة مفاجئة شوي بشوب E6، فكاروانا بقرر انه يرجع بالرخ على الامان على ال F2، وهون كارلسون بيلعب H6. هون كاروانا بيلعب كوين D2 G5 روك F1 ولا الضغط على البيدق F7. وهون بنلاحظ وجود الفيل، أهمية وجود الفيل على ال F6 لحماية هذا البيدق الضعيف بسبب فتح هذا العمود وتزاوج الرخين عليه. كوين D6 نايت G4 تبييت طويل، تبييت طويل بلش يوضح لنا بعض الأمور بالنسبة للاستراتيجية المتبعة بهذا الدور. واضح انه كارلسون محضر تحضير جيد جدا، ومن هون بلشنا نفهم ممكن سبب النقلة بي 6 لتحصين جناح الوزير قليلا، وايضا النقلة جي 5 للبدء بالاسراع بالهجوم على جناح الملك وسبق كاروانا بهجومه على جناح الوزير. الدور واضح انه راح يروح على دور تكتيكي ولعب خطير جدا، ما اظن راح نشوف تعادل بهذا الدور. بلشنا نشوف كارلسون عم يلعب على الفوز، طبعا لازم يلعب على الفوز لانه اذا خسر هاي النقلة فرق التصنيف راح يصير لصالح كاروانا وراح ينحط كارلسون بالمركز الثاني عالميا، فراح يلعب على الفوز شيء اكيد. كاروانا بيلعب نايت اف 6 نايت دي 7 نايت اتش 5،
نايت اتش 5 بحط الحصان على عمود الرخ وهو موقف ضعيف، ربما هون الكمبيوتر بيقترح تبديل الحصانين والأخذ بالرخ، ممكن يكون خيار الكمبيوتر أفضل من نقلة كاروانا. فبعد الحصان بيلعب نايت اتش 5، مهدد الفيل طبعا فبرفض تبديل وبيلعب بيشوب اي 5 جي 4 اف 6 بي 3 و اف 7، وبلشت الأفضلية تكبر لصالح اللاعب الأسود كارلسون. منلاحظ الحصان الموجود على الفايل اتش ما له اي مربع جيد، فبالتالي ممكن يصير في عنا تكسير بين الفيل والحصان، وبالتالي راح ينفتح امام جناح الملك. مع وجود الرخين ممكن يصير في عنا هجوم خطير على جناح الملك، لذلك عم نقيم الافضلية للاعب الاسود كارلسون، وعم نشوف انه كارلسون بلش تحضيراته تظهر بهذا الدور. نايت دي 2، وهيك هلا بنشوف شو راح يكون رد كارلسون، هل راح ياخذ الفيل او راح يلعب الرخ بداية كنقلة تحضيرية. وهون كارلسون بيلعب نقلة غريبة، بيلعب نايت اف 8. نايت اف 8 بتعطي البيدق اف 6 كجيفت او هدية مجانية لكاروانا. حاولت افهم هاي النقلة، بلشت اروح على كل المعلقين اللي بحسن بتابعهم لحتى افهم هاي النقلة، وكمان كمبيوتر عم بيقول انه هاي النقلة ما كتير دقيقة، بترجع الوضع للتعادل بعد ما كان افضلية كبيرة للاعب الاسود. هلا خلينا نشوف مثلا ياسر السيروان شو ردة فعله على هاي النقلة، خلينا نشوف. مثل ما شفنا انه حتى ياسر السيروان ما كان فهمان هاي النقلة، فهون كاروانا بقبال الهدية وبلعب نايت ضرب اف 6. نايت اي 6 نايت اتش 5 بيشوب ضرب نايت جي ضرب نايت ونايت اف 4، هون ببدل بيشوب ضرب نايت باون ضرب نايت باون ضرب بيشوب عفوا، روك جي 2 لا يغطي هذا العمود الخطير، روك جي 8 كوين اي 2 كوين اي 2 عم خطط اظن يروح بالروخ على الجي 4 فبيخلي كارلسون يبدل، روك ضرب روك كوين ضرب روك وكوين اي 6 طبعا عم يهدد بربط الفيل من ربط الوزير من خلال النقلة روك جي 8. فهون كارلسون بلعب نايت على الاف 2 والهدف يغطي بنايت جي 4 اذا لعبها فعلا بلعبها وفعلا بغطي. كوين اي 8 طبعا هذا البيدق راح، كوين اف 3 كوين ضرب اتش 5 بحاول يهرب الملك على جناح الوزير ليكون بأمان، بيشوب سي 7 بتابع بالهروب بالملك على الاي 2 كوين جي 5 ونايت اتش 2 اتش 5 روك اف 2 كوين جي 1 نايت اف 1 اتش 4 كينج دي 2 كينج بي 7 بحط الملك بوضع آمن جدا بعيد عن الكشات، سي 3
بيشوب E5 كينج C2 كوين G7 والكمبيوتر بقول هاي نقلة ضعيفة، كان ممكن يلعب B5 لضغط على جناح الوزير، أو حتى ما بعرف إذا كان في ممكن ينزل بالرخ، حتى لو ضحى فيها بصير في عنا جلديين سالكين. ولكن هون بلعب كوين جي 7 نايت اتش 2، وهاي النقلة ايضا غير دقيقة، بيشوب ضرب سي 3 طبعا تبديل البياضق، كوين ضرب اف 4 بي 4، وهون بفرض تبديل الوزراء كوين اف 7 بيروح على الملك، بيروح بالملك على الاي 6، كوين ضرب كوين روخ ضرب كوين و روك A2، ومستعد للتقدم بالبيدق إيه. هون روك G3 وبيروح هاد البيدق، نايت G4 فعلا بياخده ببلش تقدم، البيدق سالك بتقدم بأقصى سرعة، روك F 3 للحاق بالبيضة، E6 روك F8 E5، نشوف فجأة صار بيضة على الصف السابع وإجبارية، روك A8 نايت H6 بفكرة انه يروح على ال F5 و H3 نايت F5 وبيشوب F6. لون كروانا بلعب A3 B5 B4 C ضرب B4 و A ضرب B4، والآن بلعب بيشوب ضرب E7، طبعا الأخذ بالحصان إجباري، ما بيقدر ياخذ بالرخ. ليش؟ لانه اذا اخذ بالرخ راح ياخذ الرخ ساندر برخ ويطلع البيدق اتش وزير، فلذلك هون الاخذ بالحصان اجباري. اتش 2 ايضا اخده اجباري، و رخ ضرب حصان، وهون صار في عنا البيضة اللي زيادة تحول لبيضة حقيقي فعلي، يعني في عنا اللاعب ايضا كروانا نقطة ضعف انه البياض غير متصلة، ولكن هون الكمبيوتر عم يعطي افضلية طفيفة للاسود. هل راح يستطيع كارلسون الفوز بهي النهاية؟ هو معروف قدرته على الفوز بمثل هيك نهايات، وخبير نهايات، راح نشوف كمالة الدور. هون كروانا بلعب روك اتش 3 لتهديد البيضة، بحمي بالملك بالبي 6، كينج سي 3 روك دي 7 روك جي 6 كينج سي 7 روك اتش 6 روك دي 6 لتبديل الرخين، طبعا تبديل الرخين راح يكون لمصلحة اللاعب الأسود، فلذلك برفض بروح على ال HA كينج جي 6 روك A8 كينج بي 7 روك H8 روك جي 5 روك H7 كيش كينج بي 6 وروك اتش 6. ملاحظين يا شباب انه اللاعب كاروانا عم مستمر بوضع رخه على الصف السادس، السبب انه بده يمنع اللاعب من انه بده يمنع كارلسون من انه يتقدم بالبيدق هاد، ويصير في عنا تبديل مع البيدق بي، وبالتالي راح يصير في عنا
بيضة ان سالكين على الصف ان او بي مقابل بيضة سالك، فهون راح يصير بيضة ان سالكين غالبا راح يربح اللاعب الاسود. فاما هون بده يخلي التبديل اذا صار يصير بين البيضة بي بين البيضة بي والبيضة اي، وبالتالي بصير في عنا بيضة سالك واحد اللي هو البيضة بي، وهون بصير دور تعادل. لا من كفي روك جي 1 كينج سي 2 روك اف 8 روك اف 1 روك جي 6 روك اتش 1 روك اف 6 روك اتش 8 كينج سي 3 وروك اي 8 دي 4 روك دي 8 روك اتش 6 روك دي 7 روك جي 6 كينج سي 7 روك جي 5 روك دي 6 روك جي 8 روك اتش 6 روك اي 8 روك اتش 3. طبعا الوضع تعادل، ولكن اللاعب كارسون عم يلعب على امل انه كاروانا يعمل بلندر ويخسر الدور. كينج سي 2 روك اي 3 كينج بي 2 روك اي 4 كينج سي 3 اي 6 روك اتش 8 روك اي 3 كيش كينج بي 2 روك جي 3 كينج سي 2 وروك جي 5 روك اتش 6 روك دي 5 كينج سي 3 روك دي 6 روك اتش 8 روك جي 6 كينج سي 2 كينج بي 7 كينج سي 3 روك جي 3 كينج سي 2 روك جي 1 روك اتش 5 روك جي 2 كينج سي 3. ومحاولات كارلسون لإيقاع كاروانا بالخطأ مستمرة، ولكن كاروانا عم يلعب لعب دقيق. روك جي 3 كيف كينج سي 2 روك جي 4 كينج سي 3 كينج بي 6 روك اتش 6 روك جي 5 روك اف 6 روك اتش 5 روك جي 6 روك اتش 3 كيش كينج سي 2 وروك اتش 5 كينج سي 3 روك دي 5 روك اتش 6 كينج سي 7 روك اتش 7 كيش روك دي 7 روك اتش 5 روك دي 6 روك اتش 8 روك جي 6 روك اف 8 روك جي 6 روك جي 3 كيش كينج سي 2 روك اي 3 روك اف 7 كيش كينج دي 6 روك اي 7 كينج دي 5 كينج بي 2 روك دي 3 روك ضرب اي 6. طبعا هون كارلسون بيضحي بالبيادق بتبديل البيادق مشان يتجنب قاعدة 50 نقلة. راح يصير تعادل اكثر سهولة على كاروانا بعد تبديل بيدقين. روك ضرب دي 4 كينج بي 3 روك اي 4 كينج سي 3 روك سي 4 كينج بي 3 كينج دي 4 روك بي 6 كينج دي 3 روك اي 6
بروكسي 2، روك بي 6، بروكسي 3 كيش، كينج بي 2، بروكسي 4، كينج بي 3، روك دي 4، كينج دي 4، روك اي 6، كينج دي 4، كينج دي 5، روك اي 8. وهون اللاعبين بيتفقوا على التعادل بعد 7 ساعات لعب و115 نقلة. طبعا الدور كان حماسي جدا بالأول وكان مشوق، أنا استمتعت فيه وحبيته رغم طوله. الدور كان مفروض يربحه كارسون لولا البلندر اللي عمله بالنقلة 40، هذا هو بيشوط ضرب سي 3. على كل حال ما حدا معصوم عن الخطأ، وهذا يعتبر من واحد من أطول الأدوار اللي لعبت بنهائيات كأس العالم. طبعا أطول دور أظن كان عام 1978 بين كورشنوي وكاربوف. شكرا للمتابعة، نلتقي غدا إن شاء الله بتحليل الجولة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله.